ناخد القصة اللي موجودة، أتمنى ما نتكلمش عنها تاني، بس هي موجودة، قصة أصحاب ولا أعز موجودة معانا لأنها موجودة على اهتماماتكم وما زالت تتصدر الاهتمامات لليوم الرابع على التوالي. وإحنا عملنا النهاردة تحليل سريع على إيه أعلى المنشورات على الفيسبوك تحت بند منى زكي تحديدا، لأن كل الهجوم بدل ما كان فيه هجوم على المسلسل وبدل ما كان فيه على الفيلم قصدي، وبدل ما كان الهجوم على الفيلم ولقينا الهجوم أولا على الفيلم أزا واقع أزا حقيقة. تعال ما نتكلمش كتير، تعال نبص على إيه المنشورات اللي موجودة. ده واحد من أعلى المنشورات، ده هو أعلى منشور، مش أعلى منشورات، أعلى فيديو، أعلى منشور بيتكلم على منى زكي. واحد بيدعي إنه هو إعلامي بيتكلم بيقول لك مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا عز صادم ورد أحمد حلمي غير المتوقع، ولا عامل 4.7 مليون مشاهدة، كل كلامه عبارة عن تجريح وإهانة واجتزاء للسياق وتعامل مع الفيلم كأنه واقع، كأن منى زكي هي اللي عاملة، كأن منى زكي مش مريم مش بطلة الفيلم، وكأن في مشهد وكأن في لقطة وغريبة وبجد فعلا أمر يعني فوق الخيال. لما حد يجيب لقطة، لو أكيد شفت كلكم شفتوا اللقطة اللي عليها الجدل كبير جدا، مفيش حاجة بانت يا جماعة، وانت شعرفك يمكن لابسة 100 أندر أو حاجة يعني، الناس نشرة في البلكونات في حاجة غريبة في بجد. في دي السيدة مش عايز أقول أسماء، أنا مش عايز أقول أسماء، بس ده يعني انت جايب صورتها ومش عايز تقول اسماء، ايه مش جايب صورتها ومش عايز تقول اسماء، لا إيه؟ عشان ما ساعدش على ترويجه، لكن تمام. انا هقول بس هي بتسمي نفسها اعلاميه برضو مره تانية، اتمنى المجلس الاعلى الاعلامي يتحرك في ده، لان دي ناس بتنتحل صفه الاعلام وبتعمل ملايين من المشاهدات وكل كلامها عباره عن تلفيق وكذب وادعاء وتدليس ومعلومات مغلوطه. الرقم الثلاثة، رقم ثلاثة، صفحة بتدعي انها صفحة اعلامية برضو، اوكي خد بالكم ما بجيبلكمش صفحات عاملة مشاهدات 3 مليون ولا 2 مليون ولا دي عاملة 3.7 مليون مشاهدة في خلال 48 ساعة. برضو نفس القصة، كلام وادعاءات مفبركة، حتى كمان بعض رجال الدين، وده امر برضو غريب جدا، يعني لو الصورة قربت على البوستر اللي عامله شيخ من الشيوخ وطالع عمال يتكلم ويفتي وهو ما شافش الفيلم ولا شاف اي ايقاعات فيه ولا شافش اي سياق فيه وفاكره ان هو فيلم مفتوح او محطوط على تلفزيون الدولة، ما حدش قال له ان ده على منصة خاصة مقفولة لازم تروح لها بفلوس، يعني ما فيش حد فهمه ده. والبوستر اللي عامله بالجرافيكس اللي مصروف عليه، لا في شغل موجود كبير، مش مجرد فيديو كده عادي. الفيديو رقم 5 معانا برضو نفس الشخص وادعى ان هو صحفي، وبرضو يعني العناوين اللي هي السبايسي سيكسي وحاطط 3 مليون. عايز اقول لكم سهل جدا على فكرة ان انت تروح جايب حاجة ترند وتروح جايب اي كلمتين مضروبين وبصوت فيك انفعالات وتأثيرات وتستغل موقف زي ده وتقعد تهاجم فنانة زي منى زكي وتتعامل مع الواقع كأن منى زكي اللي عملت ده مش الشخصية، مع الفيلم مع الدراما على ان ده واقع. ده واقع. انا بتخيل مثلا لو حد مثلا كان عمل كده في الافلام اللي كانت في مصر في الخمسينات والستينات والسبعينات كانت بقت كارثة، لما بتعامل مع الشخصية. عارف يا خالد انا ايه اكتر حاجة لفت نظري في الموضوع؟ مش الناس اللي ادعت انها اعلاميين او غيرها وحط عناوين سبايسي ودخلة تتكلم وتشتم وتجرح، الثلاثة مليون والأربعة مليون دول، إحنا عندنا ناس كده، عندنا ناس بتستمتع إنها تسمع تجريح في ناس آخرين وإهانة لناس آخرين، عندنا ناس بقت دي المادة اللي هم يعني بالنسبة لهم جذابة للدرجة دي. إحنا مصريين يا جماعة، من إمتى بندور على هتك الستر؟ يعني من إمتى بندور على الفضايح؟ يعني لا مش يعني منى زكي لو عملت دور ربع العدويه بعيدا عن الماده، ما هو ده اللي قاله منى زكي عمل الدور الخائن او اي فنان عمل دور، هل هو عمل دور الشيطان مش في فنانين عملوا دور المشركين؟ ما نجيبهم يعني بقى ونقيم عليهم الحد. مش متخيله ان الالفاظ اللي بتجرح الودن للدرجه يعني دي سهله كده ومستساغه عند الناس فوق الخيال. بس مع ذلك حمله الدعم برضو لمنى، وهي كمان عملت بوست حلو جدا او منشور جدا على انستغرام بتقول فيها اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا. واصاله يوسف الخال برضو دي من ضمن الحاجات اللي لاحظناها في اخر 24 ساعة بدأ ابطال الفيلم يتفاعلوا ويتواجدوا على السوشيال ميديا، كان واضح ان في تعليمات او شبه تعليمات من نتفليكس انها
تمنع اي ردود فعل من عليها. ونتفليكس عليه علامات استفهام وكلام كتير على استراتيجيتها، بس ده مش مجاله، واي حديث عنه دلوقتي ممكن يفهم في غير سياق. واحنا محمد ممدوح برضو اصاله تعليقات كتيره جدا. طيب